نكمل الحرة الليلة من ملف الذكاء الاصطناعي. ففي موسم الحج لعام 2024 اتخذت السعودية خطوات كبيرة نحو إدخال الذكاء الاصطناعي لتسهيل تجربة الحجاج، ومن أبرز هذه الابتكارات تاكسي الطائرات من دون طيار، الهوية الرقمية، ما يسهل الحركة والانتقال للجنسيات المختلفة داخل الحرم وحوله. فما الذي تغير في الإجراءات التنظيمية للحج بعد إدخال الذكاء الاصطناعي؟ وهل يمكن لهذه التكنولوجيا أن تقلل من التواجد البشري في الإجراءات التنظيمية؟ وما مدى نجاعة أدوات الذكاء الاصطناعي في تسهيل موسم الحج؟ بعد تجربتها الناجحة في استخدام الروبوتات خاصة في أزمة كورونا لتسهيل الحج، عمل القائمون على مناسك هذا العام على زيادة استخدام الذكاء الصناعي في الأماكن المقدسة بمكة والمدينة. فأصبحت مشاهد الروبوتات الآلية التي تقدم مياه الشرب النقية للحجاج والمصاحف والخدمات الطبية والإرشادات التوضيحية منتشرة بكثرة بين أروقة الحرمين، فيما تخطط المملكة هذا العام لإضافة خدمة التاكسي الطائر لنقل المحتاجين من الحجاج ودرونات المراقبة بشكل أكثر فاعلية لمراقبة أي حدث طارئ مثل الحرائق بين خيام المقيمين أو الازدحامات في ممرات المشاعر المقدسة، ومساعدة المختصين على سرعة الاستجابة لمثل هذه الحوادث. وعلى صعيد إصدار الوثائق للحجاج، قدمت المملكة جملة من التطبيقات على الهواتف الذكية والحواسيب التي تساعدهم على استخراج هوية رقمية باستخدام تقنيات التعرف على الوجه، ضمن خطة تهدف حسب القائمين على الحج إلى أتمتة العملية بشكل كامل، ابتداء من استخراج تأشيرة الدخول للمملكة للحج والعمرة، وانتهاء بدفع الرسوم والتعليمات والإرشادات الخاصة برحلة الأماكن المقدسة. وأحدث ما استخدمته المملكة في عملية أتمتة الحج هذا العام هو قيام روبوتات خاصة بنقل أمتعة القادمين إلى المناسك، كل حسب مكان إقامته، دون الحاجة للتدخل البشري، والذي ينتج عنه طوابير انتظار طويلة، خاصة مع تقديرات بلوغ عدد حجاج بيت الله الحرام لأكثر من 2 مليون شخص كل عام. معنا من عمان رائد سمور، خبير في تقنية وأمن المعلومات. أهلا ومرحبا بك سيد رائد سمور، لربما تابعت كل هذه الخطوات على مستوى الذكاء الاصطناعي التي يمكن الاستفادة منها في موسم الحج لهذا العام. ما هو تقييمك لاستخدام التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مثل هكذا حدث له علاقة بالحج وبالمسلمين؟ حقيقة مساء الخير. بداية، المملكة العربية السعودية أحسنت باستخدام الذكاء الاصطناعي لهذا العام في موسم الحج، وأنا أعتقد أنه هذه نقطة انطلاق نحو استخدامات أوسع برؤية محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نحو 2030. فأنا أعتقد أنه ما دام تقاس دائما الأمور بالنجاح بعدد الإصابات بعدد الحوادث، وأنا لم نشاهد أي حادث، عدد إصابات صفر، فبالتالي أنا أقول أنه تقنيا الأمر نجح، وتقنيا الأمر كان يعني له فوائد على أرض الواقع. واستخدام مثل هذه التقنيات أنا أعتقد أنه يعني أعطى الأمن السعودي وأعطى القائمين على موسم الحج رؤية شاملة، لا بالعكس، حتى في قواعد بيانات الآن موجودة ومتوفرة، وفي كمان من الممكن أن يتعلموا من الأخطاء التي حدثت، وبالتالي يعني هذا طبعا هي التجارب يبنى عليها. ولكن إذا فصلنا قليلا سيد رائد في هذه التقنيات وهذه الابتكارات المستخدمة، نتحدث عن تاكسي الطائر، الطائرات من دون طيار، والهوية الرقمية وغيرها، هل نحن أمام مستويين، مستوى أمني ومستوى خدمي، وإلى أي مدى يمكن الاستفادة منهما بنفس الوقت؟ هل يمكن أن يكون هناك ما يعطل أداء هكذا خدمات على المستوى التقني طالما نحن نتحدث عن كبار في السن يأتون إلى موسم الحج؟ يعني بداية، الأمني والتقني إذا لم يكن في هناك في بينهم توافق تام بشكل كامل، إحدى الكفتين بدها ما تكون مستوية مع الأخرى، فبالتالي بده يكون في هناك خلل إما تقني
وإما أمني، وفي الغالب الخلل التقني يسبب خلل أمني، ومن من من يعني نسبة الخطأ في الذكاء الاصطناعي قليلة جدا وكاد تكون تكاد تكون صفر. فعمليا أنا أقول إنه نعم، هذه المسألة الجانب الأمني كان مهم فيها، والجانب التقني كان على مستوى عالي، والتنتين الأمني والتقني لا ينفكان، يعني ما في انفكاك ما بين الحالتين. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني استخدام الدردشة، روبوتات الدردشة في كل لغات العالم، يعني ما أنت لست بحاجة إلى مترجم أبدا، مباشر بلغتك تستطيع أن تدخل من هاتفك إلى الدردشة وتسأل عن أي نسك من مناسك الحج، تسأل عن أي مكان تريد الذهاب إليه، إذا كنت أنت بحاجة إلى رعاية صحية معينة أيضا تستطيع من خلال هذه الروبوتات أن يعني تتواصل مع الجهات المسؤولة. وبالتالي أنا أعتقد أنه خلية الأزمة والخلية القائمة التي كانت تعمل في موسم الحج لهذا العام، أنا أعتقد يعني والله شيء برفع الرأس الحقيقة. نعم. وهذا ولكن هذا يعني دمجها مع هذه الأعداد مع كبار السن، إلى أي مدى هذا لربما يكون معطل؟ لأنه كما تعلم لربما كبار السن ليسوا معتادين تماما على التقنية، على التكنولوجيا، فهل يمكن أن يكون ذلك عاملا معطلا؟ طبعا احنا هنا يعني المستويات في الاتصال، مستوى ما بين إدارة لكل بلد في وفد خاص في الحج، في إدارة الحج اللي هي بعثة الحج الخاصة في تلك البلد. هذا البلد الحقيقة هذا المسؤول هو مسؤول عن توعية وتعليم بقية الناس اللي موجودين، واللي ما بيعرف في ناس بتدله، في ناس تقوم على هذا العمل بشكل مباشر. فعمليا توزيع المهام وتوزيع الأدوار وعملية الدخول بالكيو آر حتى على المطارات والدخول إلى المملكة العربية السعودية بدون أي نوع من أنواع الازدحام، عملية التفويج والانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مناسك الحج، أيضا كلها كانت مراقبة عن طريق الكاميرات وعن طريق طائرات الدرون وعن طريق يعني أجهزة استشعار خاصة بالحرائق، أجهزة استشعار خاصة بعملية الازدحام. هذه كلياتها كانت تعطي فيدباك إلى الخلية القائمة على إدارة الموسم. وأنا أعتقد كما تحدثت في بداية كلامي أنه ما دام صفر حادث صفر إصابة، إذا الذكاء الاصطناعي لعب دور كبير جدا في حج هذا العام، وبالتالي يعني كل عام وانتم بخير يعني. وانت بألف خير، ولكن سنواصل معك الحوار مع هذه المعلومات التي تتحدث عنها، ومن الجيد أنه ليس هناك حوادث. في سنوات سابقة سيد رائد كان هناك حوادث، احتشاد، لربما تدافع بعض الشيء. التقنية في هذا العام إلى أي مدى لعبت دورا بأن توزع الحجاج بين المناطق التي يذهبون إليها، وبالتالي لا يكون هناك احتشاد بمكان محدد ولم يحدث تدافع؟ هنا عندما تحدثت أنا عن أجهزة الاستشعار بموضوع الازدحام، يعني ما كانوا يسمحوا بتفويج أي جزء من الحجاج ما دام في يعني شبه ازدحام، حتى تنقضي هذه المسألة من خلال كانوا يعلموا من خلال التصوير، من خلال أجهزة الاستشعار، من خلال المراقبة كانوا، وبالتالي يسمحوا عندما تنتهي الأزمة يسمحوا بدخول حجاج جدد. وهذا الحقيقة هاي الأتمتة والإدارة في الأتمتة والشراكة اللي قامت عليها المملكة العربية السعودية. يعني أنا أشوف أستاذي المملكة العربية السعودية سوف تستثمر 40 مليار دولار في أنظمة الذكاء الاصطناعي خلال الخمس سنوات القادمة. نعم. يعني حتى نصل إلى 2030 هناك 40 مليار، وهذه نسبة عالية جدا. نعم. من الميزانيات على مستوى العالم أدركت. طيب. شكرا. قيادة المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لك من عمان رائد سمور، خبير في تقنية وأمن المعلومات، وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير والصحة والسلامة. شكرا.